خلينا نروح نشوف زميلنا فاروق صلاح ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ ماذا قال عن هذه المباراة. تحياتي ليك مره ثانيه كابتن اسلام ولضيوف ملعب النادي الاهلي الكرام، كابتن فتحي نصير، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني. بعد اقتناص الاهلي لثلاثه نقاط مستحقه بيرفع رصيده لنقطه رقم 21 يعتلي صداره جدول الدوري المصري ويستمر في الصداره. معي في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، مباراه وثلاث نقاط غاليين في ظل ظروف صعبه، لكن دايما الرهان بيكون على شخصيه النادي الاهلي. الحمد لله، طبعا يعني هي مباراه مع فرقه لها تاريخها واسمها ومكانتها طبعا فريق نادي الاسماعيلي، فبالتاكيد هي مباراه صعبه في ظل كمان انت بتقول ظروف صعبه وضغط مباريات وغيابات يعني قبل اللقاء على طول، رمضان صبحي واحمد فتحي ومجموعه من اللعيبه عند السوليه كمان، فمجموعه بالتاكيد غير الغيابات الاولى، لكن الحمد لله رب العالمين شخصيه النادي الاهلي و اللعيبه بالنسبه ليهم كل مباراه بتاخد على حده. ايه هو الدوري كده، لكن خلينا دايما نقول ان احنا نثق في كل اللعيبه، نثق جدا 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 في امكانياتهم وقدراتهم ايا كان اللعيبه اللي موجوده في الملعب. يعني فرقه الاسماعيلي فرقه محترمه، ادت شوط اول رائع جدا قدامنا، لكن اعتقد ان الشوط الثاني تسيدنا من بدايه المباراه. بتشوف تراحم الماتشات وبتشوف نسبه اجهاد وارتفاع يعني بعض الاصابات العضليه في النادي الاهلي في ظل تلاحم واجهاد المباراه، شايفه ازاي؟ يعني انا بشوف ان ضغطه المباريات كل ثلاث ايام مباراه مع فصل وتركيز ما بين مباراه افريقيه ومباراه محليه، فبتبقى بالتاكيد يعني حاجه ممكن يبقى فيها اجهاد شديد جدا. يعني عشان كده كل اللعيبه لازم تخلي بالها من نفسها حتى في خروجها او يعني تواجدها في سواقه كتير، حاجات كتير. يعني طبعا انا مش دكتور ولا فني، لكن في النهايه انا بقول ان في حاجات كتير جدا ممكن تبقى محتاج ان انت تريح، فلازم تريح لان ضغطه المباريات كل 72 ساعه مع فصل مع قوه الشخصيه اللي بتقابلها سواء كانت الاسماعيلي من حرس الحدود، كل مباراه بيبقى لها اسلوبها المعين في التعامل معاها. يعني كابتن سيد، من الامور المهمه جدا اللي حريص عليها الجهاز الفني واللاعبين عدم النظر لتعثر او سقوط المنافسين. النادي الاهلي عنده لكل لقاء ثلاث نقاط، بكمل مشواري دون النظر لسقوط او تعثر المنافسين. طبعا انت ماشي في طريقك، ماشي في سكتك، يعني اعتقد ان انت الاول تدور على انت بتعمل ايه وعايز تحققه، وكل مباراه بالنسبه لك هدف وكل مباراه بالنسبه لك يعني مستوى بتقدمه. يعني فالحمد لله رب العالمين على كل شيء. لو بقولها المره المليار يعني لو جات لك هدايا طبعا بتقبلها يعني، لكن المهم انت يعني وشغلك. سيد، قصه الاستبدال يعني عايزين نعرف الامر، حسم الامر وقصه الاستبدال ويعني تعقيب حضرتك على التحكيم. رأيي رأينا معروف، يعني رأي النادي الأهلي معروف في موضوع الاستبدال ده. يعني أنت في بداية الموسم أنت بمحض إرادتك وباختيارك وبقرارك، على فكرة إحنا اعترضنا وقلنا إن ده هيضيع حاجات كتيرة جدا على تيم النادي الأهلي وعلى فرق كتيرة جدا إنها تتنازل عن بعض اللعيبة ببلاش. يعني فأنا بسمع أخبار دلوقتي زيك، يعني أعتقد إن ده كلام هيبقى صعب جدا تحقيقه، مفيش حاجة اسمها واحد مصاب إن يدخل مكانه. يعني طب أنا بالنسبة لي يعني أنا بقرارك أنت واختيارك أنت وفرضك على الانديه كاتحاد كوره ان انت تعمل 30 واحد، احنا عندنا ناس مصابه وعندنا ثلاثه اربعه مصابين، لكن احنا بنتكلم على النظام وماشيين معاه، لكن بمحض ارادتك انت خلتني واجبرتني، مش خلتني اجبرتني ان انا اتنزل عن ثلاثه اربعه. طيب انا طالب تعويض بقى في الموضوع ده، لو انت عملت كده يعني انا سبت ثلاثه اربعه يعني كل واحد بسعر النهارده يعني بتتكلم في 25 30 مليون جنيه، اوكي خلاص اضرب 30 بقى في، لان انا سبت ناس ببلاش ووافقت على اعاره ناس بغير قيمتها الحقيقيه. لو انت هتغير في قرارك او هتغير في كلامك او هتغير في بنود اللائحه بتاعتك، طب عوضني على اللي انا سبته ببلاش. ما انت لو قلت ان في استبدال في نص السنه او ممكن يبقى في استبدال في نص السنه او المصاب هستبدله في نص السنه، طب خلاص ما كنتش انا عملت كده، ما كنتش سبت اللعيبه ببلاش، فانا انت هتعوضني بقى، تعوضني في 3 4 لعيبه، كل لعيب ب 25 او 30 مليون جنيه، ادفع بقى 80 90 مليون جنيه او داخل في ال 100 مليون جنيه عشان تعوضني اللعيبه اللي انا سبتها ببلاش بقرارك انت مش بقرار انا. فالامر هيبقى صعب جدا، لازم يبقى في يعني لائحه اتعملت واتطبقت على الجميع، ناس اتضرت جدا، لو انت هتغيرها يبقى هتعوض النادي الاهلي، لان لعيب النادي الاهلي انا سبت لعيبه 3 4 5 لعيبه ببلاش واديت اعاره باقل من كده برضو عشان اوفق العدد اللي انت اجبرتني عليه، فبالتالي لو انت خدت القرار ده عوضني على اللي انا سبته ببلاش في قيمه بقى 30 40 مليون جنيه على اللعيب وعوضني المبلغ ده، واذا بقى يعني بقى الامر يبقى فير. يعني خليني استغل وجود حضرتك،
قصه التحكيم وان النادي الاهلي دايما بيطالب بتطبيق الفار، وسمعنا كلام ان يعني هيبقى في صعوبه في تطبيق الفار، تعقيب حضرتك على هذا الامر. انا بثق في كل الناس النهارده حتى ما اعرفش يعني الامور ماشيه ازاي، لكن في النهايه انا بطمن لوجود حكام صفوه زي محمود البنا، حتى لو في النهارده حاجه لكن انت بتطمن، وانت شفت حكام الصفوه لما بيحكموا الامور بتمشي ازاي والفرق بيوصل لكام. يعني اتمنى تطبيق الفار على طول على الجميع، اتمنى ان هو يبقى بدري جدا يعني، والامور التحكيميه احنا بنستحملها واكتر نادي بيستحملها وما فيش مشكله اطلاقا، لان احنا على ثقه بامكانيات الحكم المصري وعلى ثقه كمان بنزاهته. ويمكن الفرقه الوحيده اللي هي الفرقه الوحيده من وجهه نظري اللي هي يعني بقى لها اسبوعين ثلاثه يعني بتعاني من التحكيم هي فرقه سموحه، بقى لها يومين او اسبوعين ثلاثه بتعاني من التحكيم، هي فرقه برضو صرفت كتير، عندها جهاز فني محترم، عندها رئيس نادي محترم، فهي بقى لها اسبوعين ثلاثه يعني ممكن تكون الامور مش موفقه معاها يعني. نشكرك يا كابتن سيد، دايما موفق ودايما نبارك لحضرتك بانتصارات النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك بعد مباراه الاتحاد. شكرا يا فندم. مستمرين معاك كابتن اسلام، كلام مهم وكلام خطير وكلام يعني نقدر نقول في الجول من الكابتن سيد عبد الحفيظ.